فنبغى نعرف كذا فكرة الكتاب إيش بالضبط. الله يعطيك العافية. حقيقة الكتاب مر بمراحل عديدة، كان لين نضج أو ظهر في الصورة الحالية، لكن بمختصر الحديث وبصريح العبارة، الكتاب يعتبر دليل عملي للتطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة اللي هو وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001-2015، لتحقيق احنا نقصد أن يكون الكتاب ممكن وقيمة مضافة لجميع القطاعات أيا كانت، كقطاعات حكومية أو قطاعات خاصة أو القطاع الثالث، مع تركيز لأن محور حديث التجربة كان في القطاع الحكومي لتحقيق وارتباطها في برامج وأهداف رؤية المملكة، رؤية وطننا الغالي 2030. يعني هذا بشكل عام. الكتاب يحتوي على جزئين: تأصيل الجزء النظري في أي تجربة عملية وفي أي طابع تطبيقي له أساس ولا بد من الخوض فيه بتفاصيله. ومن التصفح للكتاب وجدت أنه فعلا في جزئين، جزء نظري بحت وجزء عملي. بالضبط. فالجزء النظري نبغى ناخذ فكرة عن الأقسام المتواجدة في هذا الجزء النظري، إيش الأشياء اللي سلط الضوء عليها الكتاب من قبل حضرتكم؟ الله يعطيك العافية. بالنسبة للجزء النظري كان فيه، كان يغطي جميع محاور المواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001-2015. طبعا المواصفة هذه ثرية وصنفت في كثير من المراجع العلمية على أنها نموذج تميز مؤسسي متكامل، تطرقنا لها في الباب الأول في جميع أجزائها النظرية، تعريف المنظمة الدولية للتقييس اللي هو الآيزو International Organization for Standardization، تطرقنا كذلك إلى مبادئ الجودة السبعة التي تبدأ من التركيز على العميل، فالقيادة، فإدماج العاملين، فالتحسين والتطوير، ومن ثم اتخاذ القرار استنادا على الحقائق، وهذا مهم جدا ومرتبط بشكل كبير برؤية وطننا الغالي، وفي الأخير اللي هي إدارة العلاقات Relationship Management، إدارة العلاقات مع جميع أصحاب العلاقة في المنظمة الحكومية أو القطاع الخاص وكذلك القطاع الثالث الغير ربحي. ثم تطرقنا إلى بنود المواصفة. طبعا أي مواصفة قياسية دولية مرتبطة في منظمة وستاندر دولي لابد أن يكون لها بنود ومعايير محددة لتطبيقها. متى ما استوفيت وحققت متطلبات البنود هذه حصلت المنظمة أو المنشأة على الاعتماد الدولي، وهذا هو كان المطلوب. تطرقنا بعدها في مجموعة من الفصول عن استراتيجيات وضع أهداف المنظمات، استراتيجيات وضعها بشكل ذكي يسهل على المنظمات تحقيقها، ومن هنا حصل الريليشنشيب أو العلاقة أو الارتباط ما بين الجودة وما بين فعالية وكفاءة تحقيق الأهداف.